ونظره الى احد مؤسساتنا المهمه هنا في الكويت واللي لها دور اجتماعي كبير، حيث تلعب لجنه المهندسات في جمعيه المهندسين الكويتيه ادوار جوهريه في مجالات التوعيه المجتمعيه، ذلك طبعا من خلال تنظيم واقامه العديد من الفعاليات والانشطه والندوات التوعويه واللي تعزز من وعي المجتمع في قضايا وموضوعات مهمه في مختلف المجالات. بالفعل عبد الرضا، وفي هذا الإطار تنظم لجنة المهندسات في جمعية المهندسين الكويتية مجموعة من الفعاليات التوعوية تحت عنوان أكتوبر الوردي لتوعية السيدات بمرض السرطان، تزامنا مع احتفال العالم بشهر التوعية بالسرطان وهو شهر أكتوبر. نتعرف أكثر على هذه الفعاليات وأهدافها من خلال ضيفتنا المهندسة سهيلة بخيت، رئيسة لجنة المهندسات في جمعية المهندسين الكويتية. يسعد صباحك، حياك الله. اهلا وسهلا، صباح الخير. ساعة المباركة. ساعتك أبركة. حكينا بيكون أحلى وأجمل بس بعد هذا التقرير إن شاء الله. إذا رحب بالأستاذة المهندسة سهيلة بخيت، حياك الله، وودنا نتعرف أكثر على لجنة المهندسات في جمعية المهندسين الكويتية. لجنة المهندسات هي تشمل جميع المهندسات سواء كان كويتيات أو غير كويتيات، الكل حقيا أنه يدخل طالما هو عضو. أيضا احنا نستقطب أيضا حتى لو مو مهندسين، ممكن لهم أنهم يتطوعون كتطوع. تأسست لجنة المهندسات خلينا نقول تقريبا ب 2004 بدأنا في فكرة تأسيسها، لكن برز دورها أكثر مع حصول المرأة على حقوقها السياسية. تزامنا مع حصولها على حقوقها السياسية أنشأنا لجنة المهندسات بصورة رسمية ب 2005. جميل. جميل جدا، وهذا الإنجاز استمر والعطاء إلى الحين 2019 ما شاء الله، جهوداتكم واضحة وبارزة، وكانت لنا جدا لقاءات جميلة معاكم من خلال إنجازاتكم اللي تقومون فيها. لكن احنا الحين في صدد اللي هي أكتوبر الوردي، والعالم كله يحتفل بهذا طبعا هذه الحملة تحديدا من خلال مشاركتكم كلجنة المهندسات من خلال هذه الجمعية. أنا شفتك لابسة الشريطة الوردية تضامنا مع هذا الشهر. خلينا نتكلم عن أبرز فعالياتكم، أنشطتكم، والمشاركين أيضا معاكم في هذه الحملة. بالنسبة حق أكتوبر الوردي، إحنا كلنا نعرف أن أكتوبر الوردي هو يوم أكتوبر الوردي اللي هو مال بريست كانسر، سرطان الثدي. فإحنا قلنا رمز حق هذا، إحنا مو محددين ليوم، فخذيناه تقريبا أكثر من إيفنت على مدى الشهر ما بين ثلاث محاضرات وورشة عمل إسعافات أولية. طبعا حطينا رمزناها بالوردي لان هي الريبون تكون مربوطه اساسا تكون ورديه، فسميناها اكتوبر الوردي. هذه شغله. ثاني شيء، المحاضرات هي عباره عن تتنوع ما بين تغذيه ورياضه، ما بين صحه جراحيه وصحه نسائيه. فاول محاضره ان شاء الله باذن الله راح تكون معنا باكر غدا 8 اكتوبر، تبدي الساعه 6 في جمعيه المهندسين. راح تكون مع اخصائيه التغذيه هبه بن سلامه، وهي راح تكلمنا عن التغذيه، عن طريقه التغذيه والوقايه من التغذيه قبل واثناء وبعد الاصابه. كافينا وكافيكم شر. احنا مثل ما نقول نبي ناخذ مثلا الغذاء قبل الداء، او يعني نعالج بالتغذيه قبل الادويه. نعم. فما نبي نوصل لمرحله الادويه، نحاول كثر ما نقدر ان احنا نسوي وقايه بالاغذيه وبهذا كله، شنو اللي يفيدنا شنو اللي ما يفيدنا. بالنسبة المحاضرة الأولى راح تكون مقسومة قسمين، اللي هي التغذية وهذا في جانبها، جانب الرياضة راح يكون عندنا مع المدربة أبرار المطوع، راح تعطينا بعض التمارين كمثلا أولا كمثلا يعني إن كموظف أيا كان قطاعك، مثلا يعني قاعدة على الكرسي أو مثلا واقفة أو مثلا ننزل مواقع أو تشتغل وايد، شنو التمارين اللي تناسبك طول اليوم على أساس أن الجسم ما يتعب، عضلاتك ما تتعب. هذه شغلة. الشغلة الثانية تمارين خاصة للسيدات بمنطقة الصدر والكشف المبكر للمرض. طريقة كشف مبكر للمرض شيء طيب، خصوصا استمراريته. تفضلي. حبيت بس أضيف حق الفعالية الثانية اللي هي بتاريخ 21 أكتوبر للدكتورة فريدة دشتي، وهي ديوانية الجراحة. سميناها ديوانية الجراحة لأن دكتورة فريدة دشتي دكتورة عامة، جراحة عامة، ما بين جراحة عامة وأورام وسمنة، فإحنا حطيناها على أساس نبي نشوف علاقة يعني الجراحة العامة لمرضى سرطان الثدي شلون تكون. وبالنسبة حق راح نفتح باب النقاشات، إنه كان إذا أحد يحب حاب يسأل عن أي جراحة عامة، شنو هي شلون طريقة يعني شنو اللي مثلا العواقب، شنو تحتاج شنو ما تحتاج، هذا كله. بالإضافة إلى هل العمليات جراحات السمنة تقي من الأمراض السرطانية أو لا؟ لأن الحين مو بس سرطان الثدي، الحين في بعد سرطان القولون. صحيح. يعني صاير منتشر بطريقة يعني كبيرة وملحوظة. عند الرجال أيضا بنسبة أكبر. نعم. بالضبط. فيعني يعني 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 يعني
النفسيه، لان اساسا الواحد مجرد انه هو ما يسمع بعيد عن الشر يسمع هذا الخبر ينصدم، اهله ينصدمون، فشنو النفسيه قبل الجراحه والنفسيه بعد الجراحه؟ صحيح. هذا راح نعرفه ان شاء الله مع فريد دشتي. راح ناخذ ورشه عمل اسعافات اوليه، اسعافات اوليه اللي هي التعامل مع المصاب في حاله الحوادث، وبنفس الوقت اذا صار عندك مثلا جريح في البيت يعني اللي سوى عمليه مثلا جراحيه او شغله مثل كذي شلون تقدر تسعفها؟ لا قدر الله يعني هو جرح يطيح يتهابه، انت شلون نقدر نسعف؟ يحوشه هبوط يحوشه شيء يعني عن طريق الاسعافات الاوليه. اسعاف اوليه. بالضبط، اخر هاي راح تكون تاريخ 22/10 كلهم في جامعه المهندسين، كلهم يبدون الساعه 6. عندنا اخر محاضره ان شاء الله مع الدكتوره عاليه السعدون، هي نساء ولاده، وراح تكون بتاريخ 28 اكتوبر، وهي راح تكلمنا عن طريقه يعني انه هو ما بعد يعني السن اللي اسمه ما يقولون او الهرمونات مع تقدم السن هذا راح تختلف عند المراه، فهل هذا تغيير الهرمون مدى اصابه المراه يعني العرضه شلون تكون؟ صحيح. النسبه شلون تكون، كبيره او صغيره؟ يعني هو دائما يقول لك ما بين 40 الى 70 تحوشهم الاعمار، فالسن هذا شنو التغيير الهرموني اللي راح ياثر؟ غير عن شو شيء في بعض السيدات يضطرون ياخذون هرمونات للحمل، فهل هذه الهرمونات راح تاثر على هرموناتهم تاثر معاهم ولا ما تاثر؟ صح. فهذه يعني الفكره، احنا حبينا ننوع في كذا نوع من المحاضرات ما نركز بس كلهم يدورون حول نحو يعني محور واحد اللي هو سرطان الثدي. جميل حرصكم على يعني توعيه المجتمع، بس اكيد ما يقصر نشاطكم فقط على شهر اكتوبر، فنتعرف لعل على اسهاماتكم الاخرى على مدار العام. والله احنا بالنسبه حق اسهاماتنا الاخرى الى الان طبعا ما حددنا تواريخ، لكن لازلنا الى الان عندنا ان شاء الله يوم المراه الكويتيه راح نسوي مستقبليا. طبعا احنا في رمضان ورمضان دائما نسوي القريش والغبقه ومثل باقي الاماكن الامور الاجتماعيه الامور الدينيه، مسابقات دينيه، هم من حفظ القران ما حفظ القران، عندك مسابقات رياضيه احيانا تكون مثلا بطولات كره القدم والقدم. بالنسبه حق جمعيه المهندسين يعني حق لجنه المهندسات والجمعيه بصوره عامه. جميل جدا. مهندستنا نتكلم عن يعني دور المراه بشكل عام، شلون ترين دور المراه في تعزيز وتاصيل التوعيه والعمل التطوعي في توعيه المجتمع في جوانب كثيره؟ هو توعية المرأة أو تطوع المرأة في المجتمع هذا يدل على حضارة ورقي المجتمع. جميل. وطبعا بما أن العمل التطوعي يعني عمل إنساني أو يعتبر عمل إنساني بحت، هذا يساعد على التنمية وقوة الترابط والتواصل ما بين المواطنين ما بين المجتمع. المرأة الكويتية بشكل كبير في الوقت الراهن. والله أنا قاعدة ألاحظه وايد، لأن قاعدة أشوف في مجالات وايد في التطوعات، يعني حتى أشوف في جمعيات مثلاً بادئة يعني حق التطوع يعني وايد، يعني أنا مرت علي تقريباً من سنتين في لهم حق مرضى السرطان في شيء اسمه الخطوة الأولى. صح. فكان عندهم الرابطة وايد قوية وايد مشجعة، يعني سواء حق اللي تشافوا أو اللي توهم مصابين، يعني حتى أنت يعني حتى إحنا مثلاً كأشخاص الحمد لله ولله الحمد سليمين ما فينا شيء، بس وايد اعطونا دافع في امور وايد، يعني انه ما في شيء في ياس، ما في شيء في يعني تفقدين الامل، عرفتي؟ كل شيء موجود. فالعمل التطوعي حلو، يعطيك الامل، يعطيك الترابط، يحن يعني مو يحن بس انه شلون يقوي العلاقات ما بين المجتمع. ما دام مشاركاتكم الخليجيه او الدوليه ان وجدت سواء يعني في مجال الهندسه او حتى في يعني المجال التوعوي المجتمعي. احنا في عندنا مشاركات خليجيه ومشاركات اقليميه ومشاركات عالميه. من ضمن مشاركاتنا احنا في سنه 2015 سوينا اللي هو قمه تمكين المراه مع المهندسه بشاير العواد، كانت رئيسه القمه. بدت من 8 الى 10 مارس في 2015، وكان في تقريبا 67 شخص من خارج الكويت. كان القمة وايد كبيرة، من بعدها تم تمكين المرأة في مناصب وايد وفي أشياء يعني في أماكن وكذي، يعني أثبتنا أن إحنا لنا الأحقية فمكننا. الله يسلمك. غير عن كذي في 2011 تم ترشيح مهندسة بشاير العواد رئيسة لجنة رئيسة اتحاد المهندسات العالمية في فرنسا، وزينب القراشي مهندسة زينب القراشي رئيسة لجنة مهندسين الشباب. جميل. وعندنا حاليا عضوة في اللجنة الإقليمية الاتحاد للمهندسات العرب مهندسة عبير الحبيل. جميل جدا. فيعني لنا مشاركات يعني كبيرة مثل ما يقولون برا وداخل، وغير أن في مؤتمرات وما مؤتمرات قاعدين نحضرها. لأنكم سيدات الكويت. كويتيات فتستحقون كل هذه المكان اللي توصل لها صراحة. تعملون بجد وقاعد تثبتون جدارتكم وعلو كعبكم في كثير من المجالات. مهندسة سهيلة، يمكن أي عمل
تقومون فيه أو أي نشاط باللجنة تحديدا من خلال الجمعية نفسها تحتاج إلى تضافر جهود معاكم، وهناك جهات معنية لابد أنها تكون معاكم أو تلجؤون لها حتى العمل اللي تقومون فيه هذا التوعوي المجتمعي يأخذ بوضعه بشكل صحيح. خلينا نتكلم عن هذه الجهات المعنية اللي دائما تكون معاكم في تحقيق اللي أنتم تبغونه من خلال فعالياتكم. والله في جهات معنية، يعني في وايد جهات معنية، نذكر بعضها. نذكر بعضها، يعني خلينا نقول لما بدينا بمطالبة البدلات للمهندس لجأنا حق مجلس الأمة، ما قصر معنا، وقفوا معنا وايد من الأعضاء، وقف معنا رئيس مجلس الأمة وكانوا وايد يدعمونا. غير عن كذا وكذا ديوان المجلس الأميري هم من يدعمنا. يعني في وايد جهات، نقول وزارية وحكومية تقريبا، وزارية وحكومية وهيئات تدعم الجمعية بصورة عامة وبصورة خاصة. جميل جدا. يعطيك العافية، وما شاء الله جهودكم واضحة في هذا المجال، نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله ومنها للأعلى، وكل الشكر والتقدير لضيفتنا المهندسة سهيلة ماجد بخيت، رئيسة لجنة المهندسات في جمعية المهندسين الكويتية. اليوم في بداية البرنامج غادة وعدتش بنا راح نروح إلى إيطاليا. إيطاليا تحديدا، شنو بتعطينا بإيطاليا؟ بنروح إلى إيطاليا، هناك القهوة والمينا والأشياء كذي الجميلة. راح نروح في رحلة مثل ما قلنا إلى مدينة تريست الإيطالية، راح نتعرف على هالمدينة الاستثنائية. شخصية أوروبية قوية في هذه المدينة، واضحة بشكل يعني للي يروح هناك للعيان، فيها أنواع مختلفة من الثقافات والأذواق المتنوعة، خصوصا مثل ما قلنا متعلقة بالقهوة، كونها أصلا كانت مينا منذ القرن الثامن عشر للقهوة. حكي أكثر عن هذه المدينة الجميلة، مدينة تريست الإيطالية، لكن بعد الفاصل.